إخواني وأحبائي الأعزاء المشتركين بالقناة على اليوتيوب والمتفاعلين مع البرنامج التعليمي للأورغ، معكم الفنان توفيق الذهبي في برنامج تعليمي بأشهر الأغاني العربية والمغاربية وكذلك تعريف المقامات العربية. فدائما أطلب منكم السبسكرايب واللايك والشير لدعمنا ولنواصل أكثر. اليوم غنديروا أغنية حبي إيه للفنانة أم كلثوم، غنديروا المقطع الأول والثاني، فابقوا معنا لتستفيدوا. أغنية حبي إيه للفنانة أم كلثوم هي بياتي على الري، والبياتي على الري يبدأ من هنا. وفي السلم الموسيقي تكون سي بيمول والمي بالربع تون، السي بيمول والمي بالربع تون والسي بالربع تون كما مر، فقط كما مر. نقوم الآن بالمقدمة الموسيقية. نأخذ إيقاع بلدي على سرعة 96 ثم نبدأ المقدمة. هذه كانت المقدمة، نعاودها ببطء. من هنا من سي بيمول ثم ندخل للغناء. الآن سنعيد المقدمة وندخل إلى الغناء للمقطع الأول. تعرف قبل معنى الحب ايه، حب ايه اللي انت جاي تقول عليه، ما انت عارف قبل معنى الحب ايه، لما تتكلم عليه، لما تتكلم عليه. هذا كان المقطع الأول. دابا الآن غنمشيو للمقطع الثاني، فغنعاودو نفس اللازمة الموسيقية، اللازمة الموسيقية اللي درناها في الأول غنعاودوها، ثم نذهب إلى المقطع الثاني.
كما لاحظنا في المقطع التالي مشينا للسيكا على السي، سيكا على السي، سيكا على السي اللي كيكون فيها السي بالربع تون والمي بيمول والفا دياز، السي بالربع تون والمي بيمول والفا دياز تكون فيها دوما في السلم الموسيقي. ونكمل انت ما بينك وبين الحب دنيا 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 ما تطلها ولا حتى في خيالك اما نفس الحب عندي حاجة تانية حاجة تانية حاجة أغلى من حياتي ومن جمالك أنت فين والحب فين هنا عدنا إلى البيات على الري أنت فين والحب فين ضلموني دايما ما خلك ملاك انت فين والحب فين ضلموا لي دايما معاك ده انت لو حبت يومين كان هواك خلك ملاك ليه بتتجنى كده على الحب طبعا كانت هذه الأغنية حبي إيه للفنانة أم كلثوم المقطع الأول والمقطع الثاني أتمنى لكم الاستفادة وإلى اللقاء في حلقات قادمة